مساكم الله بالخير مشاهدينا ومتابعينا، نرحب فيكم معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الشباب المنوع شباب قول وفعل. هذا البرنامج اللي يعرض لكم من خلال شاشة تلفزيون دولة الكويت قناة سبورت الرياضية يوميا من الأحد ليلة أربعة. ومساك الله بالخير يا هبة. مساء النور بدر، أكيد ومساء النور على جميع متابعينا اليوم في حلقة جديدة من برنامج شباب قول وفعل. طبعا اليوم موضوع حلقتنا بيكون شوي مختلف عن كل مرة، عندنا موضوع نتناقش أكيد فيه اليوم، نتحدث عن اختيار الرياضة المناسبة لك. طبعا أكيد في العديد من الرياضات، وفي منها السهلة وفي منها الصعبة، وطبعا مع جو الكويت الحار نقدر نقول أنه تتقلص الرياضات اللي ممكن مارسها في أماكن خارجية لأماكن الداخلية. فيا بدر، شنو الرياضة اللي تحسها مناسبة لك؟ يعني على حسب هني الرياضات، مثل ما ذكرتي، مثل في ناس تفضل الرياضات الهوائية، في ناس تفضل الرياضات اللي هي الأحمال والأثقال والرياضات المختلفة، مثل الكروسفيت، مثل البوتكام، مثلا رياضات كرة القدم، السلة، الطائرة، يعني الرياضات المختلفة، حتى رياضات فنون القتالية. ما شاء الله قاعدين نشوف الحين زيادة في الوعي هبة بالنسبة لي، الشباب يهتمون في الجانب الرياضي. يعني نقول الوقت لو يعطي من اليوم ساعة فتلقينا مثلا يشغلها في النادي، مثلا إذا كان في أندية كمال الأجسام أو غيره من الرياضات المختلفة. صحيح، وطبعا الشيء الحلو اللي أكيد من زمان موجود وللحين مستمر، إن في فئة للشباب اللي نقدر نقولهم هم الصغار اللي توهم في أماكن مميزة لهم، مثل أماكن أندية كرة القدم، كرة الطائرة، سواء كان الكاراتيه بفنون القتالية، التايكواندو. فشيء حلو إن إحنا نشوف هذه النوادي قاعد تعطي الفرص لهذه الفئة من الشباب إنه ينضمون لها. وأيضا شيء حلو مثل ما ذكرت إنه صار في وعي كبير من ناحية الاهتمام بالنفس، وأيضا اتجاه للرياضات المختصة في كل شخص. أنا عن نفسي صراحة الأمانة يعني أحب الجو الحار، يعني ممكن شيء غريب إنه يقول لك لا تمشى بالجو الحار تتعب، أو تركب مثلا ركوب الدراجات الهوائية. أنا عن نفسي أستمتع أكثر من البرد، ولكن بعد العصر، بعد العصر الصبح على حسب طبعا الظهر يعني ما شاء الله، بس أكيد يعني أكيد فعلا. فمثل ما ذكرت يعني كل واحد له التخصص، او نقدر نقول الرياضه اللي يحسها قريبه منه، وحلو ان الواحد يمارسها برغم الظروف. ان نقدر نقول جونا حار، ممكن ابلش الصبح، ممكن ابلش العصر او بالليل، ولكن هذا شيء ما يوقف طريق ان انا امارس هوايتي. في الاماكن المغلقه اللي فيها طبعا الرياضات اللي ذكرناها، وكثير من نقول الرياضات اللي ذكرناها في البدايه موجوده في الاماكن الاندور. الاوتدور يمكن في فتره الشتاء وموسم الشتاء تكون طبعا اسهل، حتى الرياضات اللي ذكرناها مثل الكروسفيت، البوتكام، غيره، قاعدين نشوف ما شاء الله يطلعون في الشتاء برا النادي. صحيح. يعني يغيرون شوي من الاندور للاوتدور، انه كنوع من كسر الروتين وايضا تغيير التمارين. بالنسبه للاطفال شلون نختار الرياضه المناسبه لهم؟ هذا الشيء طبعا يعتمد على الطفل نفسه، لازم نخليه يجرب، خصوصا في فترة الصيف. مثلا عندنا فترة 3 شهور الإجازة، إذا ما سافر الطفل ندخله من رياضة لرياضة، يشوف نفسه وين شنو اللي حبه، مثلا سباحة، طائرة، كرة قدم. كلنا مرينا أعتقد في هذا الشيء في اختيارنا، طبعا أهلنا دخلونا جميع الرياضات لين شفنا نفسنا مثلا في رياضة معينة، فتم نقول يتم الإنجازات فيها، تشوفين النجاح يكون أكبر، ويكون طبعا حبي لهذه الرياضة راح يوصلني إلى نقول المرتبة العالية، أو مثلا الإنجازات الرياضية اللي طبعا أمثل فيها دولة الكويت. أكيد فعلا مثل ما ذكرت، حلو أن الواحد يتشعب رياضات لين يلاقي الرياضة المناسبة له. يعني أنا ذكر الأمانة لما كنت أيام ألعاب القوة الوثب العالي، يعني أنا كنت أشوف نفسي كلش مو صاحبة ألعاب قوة، ما أتجه لهذه المجالات، بس لما أعطيت نفسي فرصة في المدارس وشفت أنه لا والله في مراكز، وفي يعني شيء جميل ان الواحد ينوع وانه يتعرف على الرياضات المناسبه له عن طريق التجربه. اكيد ممتاز. اليوم موضوعنا كان عن الرياضه واختيار الرياضه المناسبه للاطفال وايضا للكبار وللبنات وجميع من يمارسون الرياضه. اليوم حلقتنا راح تكون رياضيه بحته، راح يكون ويانا بعد شوي ان شاء الله على الهواء الكابتن احمد الخليفي، ولكن خلونا نطلع معكم فقره تشاهدون وبعدها فقره العلاج الطبيعي مع الدكتور عزيز الفيلي، ونرجع نتعرف على ضيف فقرتنا الاولى. رياضة التايكوندو ولقاء مع الكابتن أحمد الخليفي. فقرة العلاج الطبيعي مع الدكتور عزيز الفيلي. ف
فريق الناشئين ولقاء مع خالد الروضان. الفقرة الرياضية مع الكابتن علي الموسوي. اليوم راح نتكلم عن إصابات الركبة. قبل لا أتكلم عن إصابات الركبة بعطيكم شرح توضيحي عن محتوى الركبة. فهذه بالنسبة للركبة، احنا قاعد نشوفها من قدام وهذه من وراء. أول شيء في عندنا هنا رباط وراء في صابونة الركبة، بعدين هذه العظمة الفخذ وهذه العظمة التحتية. إذا نفتح الركبة راح تشوف من داخل في شيء يسمونه الرباط الصليبي، ومن تحت في شيء يسمونه الغضروف الهلالي. هذا عشان يعمل كوسادة هوائية وكمرونة حق الركبة. أكبر إصابة تكون بالركبة يا بالرباط الصليبي أو بالغضروف الهلالي، وتكون غالبا مع كرة القدم إذا انعكفت الركبة وواحد صار له طقة فيها. نفس ما تكلمنا بالحلقة السابقة بالحالات الحادة، أول شيء إنه الشخص يصير اموبلايز، انه يكون مرتاح، يمدريله، ينحط عليها كمادات بارده فتره معينه وتلف. بعدين الشخص يروح للحوادث لعمل الفحوصات، لازم يتاكدون انه ماكو كسر، واذا احتاج ريني مغناطيسي لتشخيص الحاله. وقت ما تشخص الحاله، المرحله الثانيه ياخذ مسكنات الالم كمضادات التهاب لتخفيف الالم، أو إذا احتاج ينحط له جبيرة على الركبة إذا كان في إصابة بالرباط. والمرحلة الثالثة يكون التأهيل. التأهيل يعتمد على نبي نخفف الألم عن طريق الأجهزة، سواء بالليزر أو جهاز الكهرباء أو جهاز السونار، بالإضافة إلى تمارين تقوية لعضلات الركبة علشان تصير قوية وتشيل الثقل عن الغضروف الهلالي عشان يلتئم. إذا كانت الإصابة حادة والشخص ما تحسن مع العلاج الطبيعي، المرحلة يكون أن المريض راح يحتاج عملية جراحية لتصليح الرباط الصليبي أو الغضروف الهلالي. بعد العملية هذا مو الحل الأخير، راح يحتاج تأهيل طبي بعد العملية. فهذا الملخص أن الشخص إذا صار في إصابة للركبة خصوصا بلعب كرة القدم، انه راح يحتاج علاج دوائي بالاضافه الى عمليه او غير عمليه، بالاضافه الى التاهيل الطبي او التاهيل الصحي عشان يرد على نفس ما كان ويرجع يقدر يلعب بعد فتره معينه. رجعنا لكم مشاهدينا، طبعا كل الشكر لدكتور عزيز الفيلي على كل المعلومات القيمة اللي قدمها لنا. طبعا حابين أكيد نرحب بضيفنا معنا كابتن أحمد الخليفي، مدرب وحكم ولاعب دولي للعبة التايكوندو. احنا جدا سعيدين بتواجدك معنا. مساك الله بخير سادة هبة، مساك الله بخير سادة بدر. الله يسلمك، حياك الله، نشرف تواجدك لنا في شباب قول وفعل. وطبعا أزيد على هالمسميات هذه، مدرب ولاعب وحكم دولي في التايكواندو ومدير أكاديمية فيرس فتنس. طبعا في البداية يعني حابين نبارك للكويت شعبا ونقول مقيمين مواطنين بعودة الرياضة ورفع الإيقاف عن دولة الكويت. كلمنا عن شعورك وانت لاعب دولي. طبعا بالتأكيد بالبداية أستاذ بدر أحب أبارك سيدي حضرة صاحب سمو أمير البلاد وولي عهد الأمين ولجميع الأسر الرياضية بالكويت. طبعا خبر أفرح كل الرياضيين بالكويت، ثلاث سنين بدون مشاركة دولية، فقط قاعد نشارك محلي. فالحمد لله حاليا يعني بعد رفع الإيقاف راح يبدأ الإعداد من الصفر
حق الاستحقاقات القادمه ان شاء الله. شلون شفت ردود افعال اللاعبين بعد تلقيهم الخبر هذا برفع الايقاف الكلي عن كل الرياضه الكويتيه؟ اول خبر جاي من المدرب المنتخب، يعني بلغنا انه من اول 8 شهر راح نرجع تدريب حق البطولات اللي راح تكون بطولات اسيويه ودوليه. فهذا اول خبر بعد رفع الايقاف على طول. كل اللاعبين يمكن مستانسين فرحانين ان خلاص يعني الغمه راحت الحمد لله، فنقدر الحين نشارك نرفع علم الكويت. قبل كنا نشارك العلم الاولمبي، فالحمد لله يعني خبر ما اعتقد في رياضي بالكويت ما يعني راح يتحمس حق الاكثر حق الفتره الجايه ان شاء الله. ومتأمل خير يعني بالهيئه العامه شباب رياضه برئاسه الدكتور حمود فليطيح ودكتور صقر مولى ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طبعا راح نكون مستمرين وياك كابتن احمد، ولكن بعد هالفاصل خلونا نشوف هالتقرير هذا اللي مجهزينه لعوده الرياضه. رجعنا لكم مشاهدينا بعد الاغنيه المميزه اللي تم عرضها. اكيد حاب نرحب لمره ثانيه مع ضيفنا معنا كابتن احمد الخليفي، مدرب وحكم ولاعب دولي للعبه التايكوندو ومدير اكاديميه فيرست فيتنس. اكيد لينا نتحكي عن رياضه التايكوندو كنوع من انواع الفنون القتاليه، في شيء يميز هذه الرياضه فحابين نتعرف اكثر عنها. طب لازم نعرف اول شيء ما معنى كلمه تايكوندو. تايكوندو جايه من التاي الركل، كوان اللكم، دو اللي هو اسلوب بين الركل واللكم. اكتشفت قبل 2000 سنه في كوريا، ويمكن اول سنه اعتمدت اولمبيا بسيدني باستراليا سنه 2000. وتعتبر تايكوندو من اللعبات يعني المعروفه والقديمه، وبالاضافه الى بطولات القويه ومنتشره يمكن اكثر من 200 دوله حول العالم. ممارسين يعني يمكن 80 مليون ممارس حق لعبه التايكوندو. اللي يميزها تعتمد هي 90% على الركل، على الارجل اكثر استخدام. دائما الفلسفه الكوريه تعتمد على ان الرجل اقوى من الايد، وهو اكبر يعني عنصر بجسد الانسان. بالاضافه ان تعتمد على الدورانات، لاعب تايكوندو يقدر يسوي لك اي ركله وهو طاير بالهواء. هذا اللي يميز تايكوندو، القوه، الخفه، المرونه، السرعه، سرعه البديهه حق اللاعب.
هذا التايكواندو ببساطه يعني. ولكن نقدر نتكلم ان التايكواندو يمكن استخدام الرجل فيها تقريبا 75% 90% او 90% اكثر 90%. فقط يعني نشوف الارجل فيها خصوصا في البطولات. صح. اذا يعني نتكلم كابتن احمد عن البطولات ما يخص المشاركات الدوليه، هل شاركت في بطولات في فتره لقاء؟ الأمانة كان عندنا فرصة أن نشارك ب 2017 يعني قبل خبر الإيقاف اللي كان ب 2017 فبراير. طبعاً خلال ثلاث سنين أنا ما وقفت، شاركت ببطولات عالمية بصفة شخصية وبدعوة شخصية على نفقتي الخاصة. الحمد لله شاركت بالأرجنتين وحققت فضية، وشاركت أيضاً ببطولات عالم مالطا وحققت الأول والثاني. هذا كله أثناء الإيقاف؟ كله أثناء الإيقاف. وآخرها بطولة العالم بالبرتغال، بطولة عالم في وقتها لجميع الأساليب حققت البرونزية. ما شاء الله. فالحمد لله يعني حاليا لا خلاص يعني بعد رفع الإيقاف راح نرجع حق المنتخب بشكل رسمي. بشكل رسمي راح نشارك بطولات الخليج، بطولات العربية الآسيوية أيضا الدولية، وإن شاء الله خير. أكيد طبعا نتمنى لك كل التوفيق في هذه المشاركات. وحابين نعرف أكثر بالنسبة لي مثل ما كنا نتحدث بالبداية الحلقة عن اختيار الشباب للرياضة المناسبة لهم، فلينا نتكلم عن الفنون القتالية، شنو الشيء اللي قاعد يجذب الشباب للاتجاه لهذه الرياضات خصوصا نقدر نقول عن التايكوندو؟ نقدر نقول الفنون القتالية يعني هو أسلوب حياة، يعني تقدرين تفرغين طاقة الغضب الروتين الممل يمكن بالعمل بالمدرسة عن طريق الفنون القتالية. والشيء المهم بالفنون القتالية انه هو سلاح لمن لا يعني ليس لديه سلاح، فتستخدمينه وقت الـ يعني الاوقات الصعبه، تعرضين الى ظرف معين فتقدر تستخدمين انت اسلوبك مثلا تايكواندو الريل مثلا الملاكم بالايد مثلا الرمي بالجودو او المصارعه. فكثره الفنون القتالية او تنوعها مفيد حق جميع افراد المجتمع، واي شخص يقدر يمارس باي وقت باي حزه، فهذا الحلو بالفنون القتاليه. كم تشوف يعني منظورك السن المناسب للبدايه في تعلم التايكواندو؟ والسن المناسب نقول احنا من 4 سنين. 4 سنين الى ما لا نهايه، يعني 4 سنين تقدر انت تمارس الفنون القتاليه. يقدر الطفل هنا يستوعب او يتلقى المعلومات من المدرب ويطبقها، فنقول احنا 4 سنين وهو السن المناسب حق ممارسه الفنون القتاليه. ويتم استقباله في الانديه طبعًا. من 4 سنوات طبعا انه يكون واعي، ولكن الواقيات الحمايه او هي السيفتي تكون اكثر. طبعا كل لعبه لها يعني واقياتها، وفي لعبات لا ما لها واقياتها، يعني مثلا تايكواندو يقول الهيد جارد واقي الراس، الماوث جارد واقي الاسنان، واقي الارجل، واقيات. هذا بالنسبه حق التايكواندو. في لعبات ما تحتاج، يعني عندك الجودو ما يلبس يمكن واغي الا واغي الاماكن الحساسه. في لعبات ثانيه تحتاج مثلا كيك بوكسينج مثلا، فكل لعبه لها خصوصيتها، كل لعبه لها الحمايه الخاصه فيها. ولكن تايكواندو لها يمكن الواقيات اكثر لان ضرب كله في الرجل حتى على الوجه. بالاضافه استاذ بدر ان اللجنه الاولمبيه الدوليه في معايير معينه على اساس تضيف اللعبه بالاولمبياد، يعني لو نلاحظ احنا بالاولمبياد 5 لعبات فقط اللي هي موجوده، تايكواندو، الجودو، المصارعة، الملاكمة، وأيضا الكاراتيه. الكاراتيه حاليا بطوكيو 2020 تم إضافتها من ضمن اللعبات الفنون القتالية، فتعتمد على السيفتي. فتشوف اللعبة فيها سيفتي آمنة حق الطفل، آمنة حق اللاعب، ما مو ممكن تأذي. فالمعيار الأول حق اللجان الأولمبية أن في سيفتي حق اللعبة أساس تعتمد بالبطولات الأولمبية. نعم. طيب لينا بنعرف اكثر عن الاشياء اللي تحتاجها لعبه التايكوندو من الشباب. طبعا على اساس يكون لاعب تايكوندو او لاعب ناجح بالتايكوندو، اول شيء سرعه البديهه، سرعه الحركه، المرونه، مرونه العضلات، القوه، الخفه، هذه كلها متطلبات يمكن عناصر اساسيه حق اللاعب التايكوندو. بالاضافه للالتزام، الالتزام هذا شيء مهم. احنا دائما نقول حق اللاعب او اللاعبه اذا التزمت بالشيء راح توصلين حق النتيجه اللي انت تبينها. فدائما الالتزام هو اللي راح يحقق لك العناصر 5، فبدون التزام ما تقدرين تجيبين انت النتيجه اللي تبينها. فهي هذه اهم عناصر حق لاعب التايكوندو. ممتاز. كابتن احمد، بما يخص يعني تزامنا مع رفع الايقاف، بما يخص طبعا لعبه التايكوندو، في خبر
يعني ريت بس تكلمنا عنه، وهو يخص طبعا المدرب المنتخب الكوري مستر ماركل. نعم كلمنا عن هذا الخبر. طبعا اول ما عرفنا برف الايقاف بلغني دز لي مسج قال لي استعد شهر 8 راح نبلش تدريب مره ثانيه. فقلت له مستر بارك اكيد؟ قال لي اكيد، الاتحاد كلموه ان نعد حق البطولات الجايه، فان شاء الله راح يكون يعني من اول 8 اول تدريب لنا فريق التايكوندو البومزة، ومتفائلين خير يعني بالخبر المفرح هذا، وان شاء الله خير ان شاء الله ان شاء الله. طيب احنا حابين نعرف هل في اقبال كبير من فئه الشباب خصوصا لرياضه التايكوندو؟ الشباب والبنات وخصوصا البنات صراحه، يعني التايكوندو لعبه مناسبه حق جميع افراد يعني من العمر 4 سنين الى يعني ما لا نهايه، يعني في ناس اعمارهم 78 قاعد يمارسون تايكوندو. فالتايكوندو حاليا بالكويت من اللعبات اللي نقول احنا من اوائل الاتحادات اللي انشئت بالكويت مع الجودو والكاراتيه، اقبال كبير، انديه السيدات وايضا الانديه الخاصه تستقطب جميع الفئات. الانديه الحكوميه احنا اذا بنقول الانديه الحكوميه تستقطب من 8 سنين اللي اساس المنافسات المحليه، لكن الانديه الخاصه تستقبل من 4 سنين. يعني عندنا احنا فيرس فيتنس نستقبل من 4 سنين وما فوق. فهذا بالنسبه حق يعني الاعمار نعم ممتاز. ليش نشوف احنا اقبال السيدات على رياضه التايكوندو اكبر من الشباب؟ مثل ما انت شايف استاذ بدر، يمكن قاعد نشوف احنا كل فتره تحرشات، تعرض جريمه، امور قاعد تصير بالشارع. فهذا سلاح الفتاه، يمكن هو الخيار قبل لا تتصل على اي احد ثاني عشان يساعدها، هو خيارها الاول ان تستخدم سلاحها، اسلوب دفاعي، اسلوب دفاعي تستخدمه بالوقت الطارئ. فهذا اللي نقول احنا الفنون القتاليه سلاح، من لم لديه يعني اللي ما عنده سلاح يقدر يستخدم الفنون القتاليه كسلاح يكون طول العمر يعني. نعم طبعا اكيد احنا حابين نعرف اكثر عن اكاديميه فيرس فيتنس، يا ريت تحدثنا اكثر عنها. طبعا اكاديميه فيرس فيتنس بدات ب 2016. الحلو في فيرس فيتنس ان فيها 5 قاعات متقاربه، يعني ممكن انت تشوفين قاعه 1 2 3 4 5، كل قاعه لها لعبه معينه وجدول معين ومدرب معين ووقت معين. طبعا جمعنا كل اللعبات بمكان واحد، يعني ولي الامر يروح النادي يبي جوجيتسو موجود، يبي جودو، يبي تايكوندو، يبي كاراتيه، يبي كونفو، يبي ايكيدو، كل اللعبات موجوده حق جميع يعني افراد الاسره. فاميلي جيم، نادي عائلي. والخيار يبقى حق المشترك او الطفل او البنت اللي حابه تشترك باي لعبه معينه. فنستغرب من 4 سنين يعني جدولنا ما شاء الله، يعني عندنا فوق 30 مدرب، اكثر من 18 لعبه، من ضمنها ايضا الجمباز موجوده، الكروسفيت والفتنس والسوبر هيومن، كلها سبورت سنتر يعني شامل. يعني تقول لي ابي هذه موجوده، يعني تطلع من النادي لازم تختار لعبه من اللعبات الموجوده. واغلب المدربين عندنا يعني دوليين ومعتمدين ايضا محليا وعندهم انجازات، فالحمد لله يعني ممتاز. شلون انا اعرف مثلا ان ولدي او بنتي تناسبها هذه اللعبه وهذه اللعبه؟ هل يتم مثلا تجربه في اللعبات هذه بعدين طبعًا. لما تشوفون مثلا شنو خامته هو اذا كانت طيبه في لعبه معينه؟ اكيد احنا نمنح المشترك اول كلاس مجاني، يشوف اللعبه، يتوالم معها، حب اللعبه، حب اللاعبين الموجودين، حب المدرب، يقدر يتعاطى معاه اثناء التدريب. فيكون هو القرار من الحصه الثانيه، يقرر انه يستمر باللعبه او يتجه حق لعبه ثانيه يمكن ما تناسبه. يعني في ناس تحب الجودو الرمي، او في ناس تحب المصارعه، في ناس لا تحب اللكم اكثر شيء كملاكمه او كيك بوكسينج، في ناس تبي التايكوندو والكونفو مثلا. فهي تبقى خيارات بيد المشترك، فعلى اساس احنا نوفر على المشترك الشغله هذه نعطيه دائما احنا كلاس مجاني، وبعدها يقدر يقرر من الحصه الثانيه يبي اذا بيستمر او يقدر يروح كلاس ثاني او يروح لعبه ثانيه. طبعا احنا قاعدين نشوف وايد ان كثير من الاخوه يحبون يشتركوا مع بعض في النادي، بس كل اخ يختلف، مثلا في واحد يحب التايكوندو، واحد كاراتيه. هل واجهتكم مثلا نوع من المشاكل انه قاعد تشوفون ان هذا الطفل غير مناسب لهذه الرياضه بس هو فيها لانه اخوه مثلا موجود فيها؟ صح، في طبعا اغلب اللي قاعد يشتركون مجموعه مع بعض، مثلا واحد اختار الفتنس
يعني تلقين اخوهم شوي متين ويبي يخفف، الثاني يبي جودو، والثالث يبي كونفو مثلا، فتصير عندنا. بس الغالبيه يدشون بلعبه معينه، لان ولي الامر يبيهم يعني يكملون بالمجال هذا، كون يمكن لاعب هو جودو او تيكواندو، فيحب انه يكملون المسيره. بس انه تصير عندنا بالنادي تصير. حلو، ممتاز، كل الشكر لك كابتن احمد على وقتك طبعا في برنامجنا. واذا عندك نصيحه او رساله حاب توجهها للساده المشاهدين، ويعني هم النصيحه انا بتوجهها والرساله بما يخص طبعا نقول اختيار اللعبات المناسبه لابنائهم. دائما انا اقول حق اولياء الامور خل ابنك هو يختار، شجعه. باقي الحين على الاجازه الصيفيه يمكن شهر ونص وتبدا المدارس، ففي مجال خلي يمارس الفنون القتاليه، اللي راح تنفع بالمدرسه، اللي راح تنفع بالشارع. فالفنون القتاليه يعني بحر، تعلم فيه شيء يفيدك، مو بنفسك حتى المجتمع، يعني تقدر تدافع انت حتى عن اهلك او اصدقائك. فالفن القتالي يعني هو قبل جداً كل شيء تهذيب، ويعني يعني يغير من شخصيه الفرد نفسه. اذا كان هو هايبر، اذا كان هو كثير الحركه او أكيد طاقته تكون زايده عن اللازم، يفرغ طاقته في النادي في اللعبه المعينه القتاليه اللي تم اختيارها طبعا من الابن او الابنه نفسها. كل الشكر لك كابتن احمد على وقتك. يعطيك العافيه، ويعطيك العافيه استاذ هبه، ويعطيك العافيه استاذ بدر، وقواكم الله. الله يقويك. طبعا مشاهدينا وصلنا معكم لختام الفقره الاولى مع الكابتن احمد الخليفه. خلونا نطلع معكم الحين فاصل، نشوف فقره رياضيه مع الكابتن علي الموسوي، ونرجع نتعرف على ضيف فقرتنا الثانيه. Choose your destiny. Flawless victory. يعطيكم العافية، معاكم سنسي علي المسوي، ثلاثة دان كيوكشن كاراتيه. اليوم نتكلم عن أهمية البوكس بالفنون القتالية. البوكس بالنسبة حق أكثر الألعاب اللي هو مفتاح اللعب يسمونه، يعني إذا ما كان عندي بوكس قوي ريولي ما راح تكون متمكنة صح، أو مسافة بوكس صحيحة ما راح أقدر أطلع ريولي بطريقة صحيحة. بالنسبة لي أنا لما ألعب بوكسات دائما أستخدم اليسار عشان أخلي الخصم بس يركز على يد واحدة عشان أقدر أستخدم ريولي. البوكس عندنا بالكيوكشين كاراتيه ما يكون قبضه اليد كامله، بس هذول الثنتين هنا العظمتين موجودين هنا. فلما اطق شلون اقوي بهالطريقه، ان احاول بوكس يكون كله ان للجسم. فتمرين التمارين وايد اسويه انا عشان يكون عندي تركيز عالي بالبوكس، استخدم كره التنس هذه بهالطريقه. عشان بوكس يكون نفس المكان، بوكسين نفس المكان. طبعا اذا كنت بطيء راح اطيح، فهذا واحد من التمارين اللي العبه دائما عشان اقوي التركيز والسرعه عندي بهالطريقه. نفسها بهالطريقه هني سريع. هذا واحد من التمارين. التمرين الثاني دائما وايد اسويه، استخدم البانشين باج، شلون اطق على البوكس. في البداية بلش بطيء بطيء بعدين سريع بهالطريقة. هذه التمارين دائما استخدمها عشان اقوي بوكسي، وطبعا بالاضافة الى ان اقدر اسوي بوش ابس على النكلز على الاصابع الاثنين بهالطريقة، وانزل لي اخر شيء. هذه التمارين دائما انا استخدمها عشان اقوي ايديني. يعطيكم العافيه، وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم، واشوفكم بالحلقه القادمه ان شاء الله. اس
رجعنا لكم مشاهدينا اكيد من بعد الفقره الرياضيه مع كابتن علي الموسوي، وكل الشكر لكل المعلومات اللي قدمها لنا. حابين نرحب معانا ضيفنا اداري قطاع الناشئين بنادي الكويت لكره الطائره، معنا خالد الروبان. طبعا احنا جدا سعيدين بتواجدك معنا اليوم. شكرا استاذه هبه، شكرا استاذ بدر على الاستضافه، والله يعطيكم العافيه. الله يعافيك، حياك الله كابتن خالد. طبعا احنا حاليا في نقول رفع الايقاف والفرحه يعني مستمره للامانه لكل اللاعبين الاداريين المدربين في مختلف الرياضات واللعبات. ابي تكلمني عن ردود الافعال وشنو شعورك مع رفع الايقاف. طبعا ارفع اسمايات التهاني والتبريكات الى حضره مقام صاحب السمو امير البلاد وولي عهده والسيد مرزوق الغانم والشعب الكويتي كافه على هذا الرفع. صراحه فرحه ما بعدها فرحه، وإن شاء الله في المحافل الدولية انتظروا الأزرق وانتظروا الفرق كلها إن شاء الله في المحافل، يعني بإذن الله. بإذن الله. طبعاً إحنا أكيد حابين نعرف عن سياسة نادي الكويت للناشئين، ياريت تحدثنا أكثر عنها. إي طبعاً إحنا عندنا قطاع الناشئين يتكون من أكثر من مرحلة، مرحلة 11 ومرحلة 13 ومرحلة 15 ومرحلة 18 والفريق الأول. طبعاً إحنا خلال السنوات اللي طافت كل تركيزنا يكون على قطاع الناشئين لأنهم المستقبل، فالحمد لله خلال 3 سنوات اللي طافت احنا متصدرين كاس التفوق العام في كرة الطائرة بنادي الكويت والحمد لله. اللهم لك الحمد. راح نكون مستمرين معاك كابتن خالد الغضار، ولكن بعد الفاصل تغرير مجهزين لنا فريق الإعداد ونرجع مع ضيفنا. الكابتن خالد الروضان إداري لقطاع الناشئين في نادي الكويت لكرة الطائرة، وحاصل على شهادة تدريب من الاتحاد الدولي لكرة الطائرة ستيج 1، وحاصل على شهادة الحكام دورة حكم من الاتحاد الكويتي لكرة الطائرة. قولوا معاي أهلاً لكم مشاهدينا، أكيد حابين نرحب معنا بضيفنا كابتن خالد الروضان. طبعاً مثل ما شفنا بالفيديو بعض الإنجازات، يعني تحدثنا أكثر عنها. إيه طبعاً إحنا الإنجازات اللي موجودة بالفيديو طبعاً كاس الفريق الأول، البطولة التنشيطية والدوري العام، والمركز الثاني الكاس. عندك فريق الناشئين العام، أول العام كان بطل الدوري وبطل الكاس، والعام كان فريق 11 بطل الدوري، بطل المراحل السنية البراعم، كاس البراعم، والحمد لله حاصلين على كاس التفوق العام خلال 3 سنوات كل الفرق، يعني الحمد لله. ما شاء الله. كم سنة صار لك كابتن مع تقريبا 11 سنة. 11 سنة. إيه تقريبا 11 سنة في مجال قطاع الناشئين. حلو، خلينا نتكلم بشكل خاص عن لعبة كرة الطائرة وقطاع الناشئين فيها. الحمد لله احنا مثل ما قلت لك في البدايه احنا نعتمد طبعا بالمرتبه الاولى على قطاع الناشئين، خاصه شلون ننقي الخامه المميزه كلاعب طائره، يعني يعتمد من لاعب للاعب، سواء عن طريق المدارس، عن طريق مراكز الشباب، عن طريق اللاعبين اللي نقدر نشوفه هذا مستقبل كره الطائره لقدام، والحمد لله هذا شغل اكثر المدربين اللي موجودين معاي والاداره كامله. كم الاعمار اللي تختارونها في البدايه؟ اي تقريبا اللي تدورونها. اي طبعا البراعم تبدا من 7 سنين لل 11 سنه تقريبا، لتحت 13، من 8 سنين لتحت 13 سنه، بعدين يصعد عاد مرحله 13، يقعد في المرحله تقريبا 2، بعدين يتدرج بعد 13 15 هم يقعد 2، لين عاد يوصل 18. وهذا طبعا خلال الفتره هذه طبعا في منتخبات المراحل السنيه، في مشاركات ان شاء الله بعد رفع الايقاف، ان شاء الله في مشاركات، وان شاء الله الله يوفق الجميع يا رب. يطلعون كشافه من نادي الكويت مثلا في المدارس في تعاون مع وزاره التربيه؟ طبعا هذا شغلنا مثل ما يقولون احنا في نادي الكويت، الاداره يعني الناس المختصين في الجانب الاداري ومن ناحيه المشرفين اللي موجودين في قطاع الطائره
يعني نتبع الأنشطة الرياضية التابعة لوزارة التربية. كل الشكر لهم. مع بداية الموسم المدارس نبلش عاد تصير في كتب من الأندية حق قسم الأنشطة الرياضية في وزارة التربية، وعاد نبلش نروح مدارس النقي من خلال المدارس. نعم. مدارس طبعا مدارس الكويت على مستوى المحافظات كلها. طيب بالنسبة لإقبال الطلاب، هل تشوفونه كبير خصوصا بالاشتراك بالأندية الرياضية؟ شوفي، بالنسبة لموضوع الطلاب احنا عندنا بالسنة تصير مسابقات المدارس ومسابقات المحافظات، تصير اكثرها على او اغلبها على نادي الكويت. فغير ان احنا نروح المدارس، غير ان هم هم يجون ويسوون هالمسابقات هذه، فتصير العملية اسهل بالنسبة لنا ان شاء الله. نعم. واكيد بالنسبة لتعامل ادارة نادي الكويت والمدربين معكم، شلون تشوفون التعامل؟ طبعا اكيد يعني لا يمكن ان ننسى دور السيد خالد الغانم والسيد فهد الغانم السيد محمد النصف أبو نزار، وطبعاً الكابتن محمد كامل والكابتن منصور الشمري، يعني مقدمين لنا كافة التسهيلات في هذا الموضوع. يعني أتوقع يعني مو مقصرين معانا بولا شيء نهائياً نهائياً، يعني أي شيء نبي قاعد يوفروا لنا، ويعني سنة عن سنة قاعد يصير في تطوير أكثر وأكثر الحمد لله. حلو. وطيب بالنسبة لمستوى اللاعبين، شلون قاعد تشوفه خصوصا بقطاع كرة الطائرة؟ ما لا شك هذا 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 أهم سؤال. يعني احنا طول الموسم نطمح ان نكون في منصات التتويج، وهذا هو الشغل الصح. يعني ان انت توصل مرحلة 11 الأول، توصل مرحلة 13 تلعب على الأول أو الثاني، توصل 15 تلعب على الأول والثاني، 18 كذلك الفريق الأول ثلاث بطولات، فهذا هو الإنجاز الحقيقي. تعرف أن هني اشتغلت صح، هني طلعت لاعب خامة يمثل النادي ويمثل لي قدام المنتخب الوطني إن شاء الله. ممتاز. طيب شلون كابتن خالد، إذا نتكلم على أسامي الناشئين اللي في الفريق الأول، هل تذكر مثلا بعض الأسماء اللي اليوم وصلت إلى الفريق الأول؟ طبعا حاليا موجودين مع المنتخب. عندك جاسم الصباقة كان من الناشئين الصغار وصعد، عندك يعقوب بن عيد، محمد الديحاني، عبد الرحمن الرفاعي اللي موجودين حاليا موجودين بالمنتخب، يعقوب بن عيد، العمر، طلال عبد الرزاق، هذول كانوا ناشئين وصعدوا للفريق الأول. اي نعم ما شاء الله. هذول كانوا طبعا في نادي الكويت من بدايه، نادي الكويت. نعم. طيب الحين مثلا بالنسبه لاختياركم للاعبين مثلا اللي حابين انهم يلتحقون في كره الطائره، يعني على اي اساس يتم اختيار اللاعب؟ على يعني مثلا هناك مثلا شروط معينه، طول؟ اي طبعا شوف، خلال انت لما تدش مدرسه او انه يكون عندك اللاعبين موجودين في الصاله، او انك انت تكون منقي اكثر من لاعب وجو عندك الصاله، لاعب الطائره بالذات لازم اول شيء يكون طويل، يعني ملامحه وجسمه يكون طويل، ملامح الجسم طبعا طويل، ايده طويله، ريله طويله، تشوف مدى تقبله للعبه، وهذا اهم شيء. يعني مو مشكله يكون لاعب طويل بس ما عنده تقبل للعبه، فهذا الشيء يصير دور المشرف هنا، شلون يزرع فيه حب اللعبه، شلون يزرع فيه حب النادي، ولاء للعبة، الولاء للنادي، عشان يبدأ يضحي ويعطي من وهو صغير. فإذا حب اللعبة وهو صغير راح يكون متميز في الدراسة، متميز في البيت، متميز في مستوى التعليم، يكون مستوى التعليمي مرتفع. وطبعا الدور المهم طبعا دور أولياء الأمور، لازم يكون أولياء الأمور، وأكثر أولياء الأمور بحكم تعاوني معاهم وتعاملي معاهم جدا متعاونين الحمد لله. يعني نعم. طيب بالنسبة للصعوبات اللي تواجهكم، يعني تحدثنا أكثر عنها إذا كان في صعوبات. والله شوفي، هو يعني الصعوبات أستاذة أكثر شيء الدراسة. موضوع الدراسة، يعني تدري إن أكثر المراحل السنية كلهم طلبة، يعني فموضوع الدراسة، موضوع الوقت بين الدراسة وبين التمرين، موضوع المباريات، وقت المباريات. إحنا موسمنا يبدي من أول 10 لآخر 4 تقريباً، فهذه كلها موسم دراسي وموسم امتحانات واختبارات. بس طبعا مع التنسيق مع اتحاد كرة الطائرة ومع وزارة التربية
في فترة دراسة تكون ما يكون ما يكون ما تكون في مباريات، الوقت اللي يكون في مباريات ما يكون في دراسة، عندهم امتحانات أو شغلة كذي، ففي تنسيق بين وزارة التربية واتحاد كرة الطائرة الحمد لله. حلو، في بطولات قاعد تسوونها على مستوى المدارس؟ اي انا قلت لك استاذ بدر، في عندنا بالسنه كل سنه يصير مع بدايه العام الدراسي في الانشطه الرياضيه اللي موجوده في وزاره التربيه تسوي مهرجانات في داخل نادي الكويت حق المدارس. بعد المهرجان هذا تصير مهرجانات المحافظات، بعدها تبلش اللي هي هني عاد انت تنقي اللاعبين بعدين. احنا الدوري شغال مع المهرجانات. نعم. هذا الدوري شغال، وهني هم تقدر بعد تحضر وتشوف اللاعبين اذا كان في لاعب مميز موجود او لاعب تقدر تاخذه يعني. نعم. وبالنسبه اكيد لتدريب هاللاعبين شلون يكون التدريب؟ هل في ساعات معينه؟ إيه اوقات معينه؟ طبعا هو التدريب احنا يومي عندنا التدريب من الساعه 4:30 للساعه 6:30. طبعا كل مرحله لها مدرب ومساعد مدرب، طبعا التمارين كامله يقوم فيها المدرب، ويوميا بس نعطل عندنا عطله الجمعه بس. يوميا من السبت للخميس تمرين يومي من 4:30 ل6:30 تقريبا. طبعا اولياء الامور مثل ما ذكرت متعاونين فيما يخص جداً. هذا الامر بالنسبه حق التوصيل او وصول مثلا اللاعبين او مثلا الطلبه الى الانديه، هل موفر نادي التوصيل لهم؟ اي طبعا هذا شيء رئيسي، هذا 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 من اهم من اهم اسباب نجاح اللاعب، انه يكون عندك مواصلات للاعب توديه وتيبه ويكون موجود بوقت التمرين، لان المواصلات شيء مهم. انت الحين عندك مناطق جديده، فاللاعبين اكثر اللاعبين انتقلوا مناطق جديده، ويعني تبعد عن النادي تقريبا بالسياره نص ساعه يمكن. نعم. وسيلة الاتصال هذه ضرورية جدا. صار ان انت وتروحون ملزومين ان تاخذون اللاعب وترجعونه الى بيته. في مشرف يكون معاهم؟ لا المشرف متابع لهم. لا يكون معاهم في الباص مثلا؟ لا ما يكون المشرف، مو كل اللاعب، هو يوصلهم للباص، يوصلهم يتابع مع، يكون يتابع مع السايق، يتابع مع ولي الامر اول باول وصول للبيت، متى يطلع من البيت، متى يوصل، هذا كله شغلة المشرف، يتابع اول باول، ينزل معاه السيارة يشوف اللاعبين يتأكد من عددهم، بعدها يتوكل على الله الباص يوديهم. طبعا أكيد بالنسبة لأولياء الأمور في البعض اللي يكون موافق عيالهم يدشون في هذه الرياضات، وفي اللي يخاف لأن كل رياضة تي معها بعض المشاكل من إصابات وغيرها من الأمور. فهل واجهتكم مثل هذه المشاكل؟ إحنا الحمد لله كرة الطائرة مثل ما يقولون في حاجز بينك شبك، يعني قليلة الإصابات. بس إن تدرين إذا كان اللاعب أو الطالب أو الولد في البيت تجيبه أمه ويجيبه أبوه، تدرين عمره 8 سنين 9 سنين شوية متعود، جو بيت جو دراسة، جو بيت جو مدرسة، فيدش بعالم النادي شوية يكون مستصعب الأمور في البداية، بس بعدين عاد يتعود أول بأول. وبالعكس في لاعبين وأولياء الأمور يتضايقون إذا صارت فترة الصيف ما في نادي، يتضايقون. فإحنا بما أن تسألتي إحنا يعني حتى الحين مبلشين من واحد تقريبا 6 مبلشين نجمعهم اللي موجود بالكويت ما سافر، إيه التمرين وإحنا موجودين كل يوم يعني الحمد لله. ممتاز، قواك الله يا كابتن خالد على وقتك وعلى المعلومات الخاصة في إدارة نادي الكويت طبعا بما يخص قطاع الناشئين في رياضة وكرة الطائرة. إذا حاب رسالة توجهها للسادة المشاهدين من أولياء الأمور للطلبة أو اللاعبين؟ طبعا أنا في النهاية حاب أشكركم وأشكرك أستاذة وأشكرك أستاذ بدر وأشكر الستاف كامل وأشكر أستاذة سارة وأشكر المصورين ما قصروا وأشكر المخرج خالد مطر والأستاذ جابر المحمدي وأشكر مدير القناة أستاذ عادل عطالله دائم يدعم الشباب. وبالنسبة صراحة قلت لك دور أولياء الأمور لا يمكن ننساه، وهم أسباب سبب من أسباب النجاح في موضوع المراحل السنية عندنا. أولياء الأمور جدا متعاونين معانا وجدا يعني ما قصروا، وخاصة الموسم اللي فات كان موسم حافل بالإنجازات، فالله يعطيهم العافية. وأنا من
برنامجكم اوجه لهم اقول لهم يعطيكم العافيه ما قصرتوا وشدوا حيلكم معنا. هم انت كابتن الله يعطيك العافيه، الله ما ننسى مجهوداتكم انت وجميع زملائك حبيبي. ونقول للقائمين والمسؤولين عن اداره سواء الناشئين قطاع الناشئين او القطاعات الاخرى في الانديه كافه الامانه، مجهوداتكم هي الاساس لدعم طاقات الشبابيه سواء الصغار او الكبار. كل الشكر لك يا كابتن. الله يعطيكم العافيه، مشكورين ما قصرتم. الله يسلمك. طبعا اكيد مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا اليوم. طبعا بدر كانت حلقتنا جدا مميزه، شفنا في مواضيع كثيره بالنسبه تخص الرياضه واختيار الرياضه المناسبه من التايكوندو من كره الطائره. حلو ان نشوف الشباب لهم اقبال كبير في هذه الرياضه. لما استمتعنا ايضا في حلقتنا اليوم رياضيه بحته كانت لدعم طاقات الشبابيه من الاعمار اللي هي الفئات السنيه المختلفه بالنسبه للناشئين والكبار بالعمر واختيار الرياضه المناسبه لجميع من نقول حاب انه هو يمارسها. لذلك وصلنا معاكم لختام، نتمنى تكونوا استمتعتوا ويانا في حلقتنا في شباب قول فعل. ان شاء الله نشوفكم على خير في حلقات قادمه في امان الله.